بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الأعزاء ودرس جديد من دروس سوبر جول 1 يونت 4 ليسون 4 رايتنج كتابة. Around the world حول العالم 9 رايتنج كتابة. Read the information اقرأ المعلومات in the writing corner في زاوية الكتابة with your teacher مع معلمك then ثم work with a partner اعمل مع زميل to ask and answer the questions لكي تجيب وتسأل with the information given بالمعلومات المعطاة. What's your name ما اسمك؟ My name is write here your name for example you can write your name for example بندر or for example بندر okay because بندر is a good student in my class. What is your home address ما هو عنوانك عنوان المنزل my address is طبعا عنوان المنزل يبدأ من رقم البيت واسم الشارع ثم اسم الحي والمدينة my address is 256474 والعنوان يقرأ يا شباب أرقام العناوين وأرقام الجوالات تقرأ رقما رقما 25674 Pine Street What is your telephone number ما هو رقم الهاتف هناك اختلاف ما بين رقم الهاتف ورقم الجوال الهاتف اللي هو for telephone number أما cell phone number فهو رقم الجوال What is your telephone number? My telephone number is طبعا شباب مفتاح المنطقة area code مفتاح المنطقة يوضع بين قوسين 3 2 1 8 6 7 4 9 5 0 و0 لها نطقين ممكن نقول O أو نقول 0 ونلاحظ أيضا أن أرقام الهاتف كل ثلاث أرقام تفصل عن بعضها بشرطة What is your cell phone number؟ ما هو رقم الهاتف؟ My cell phone number is رقم الهاتف هو 797-300-4953 What is your email address؟ ما هو بريدك أو عنوان بريدك الإلكتروني My email address is a.friend@mail.sa لاحظوا يا شباب أننا استخدمنا النقطة في البريد الإلكتروني dot وهذه العلامة تقرأ at writing corner زاوية الكتابة street names begin with a capital letter أسماء الشوارع يا أحبابي تبدأ بحرف capital افترضنا أن اسم الشارع مكون من كلمتين الكلمة الأولى تكون أولها حرف كابيتال والكلمة الثانية أولها حرف كابيتال وإذا كان ثلاث كلمات نفس الشيء أو أكثر من ذلك Street names begin with a capital letter أسماء الشوارع تبدأ بحرف كابيتال His address is عنوانه هو 194 Tower Road لاحظ أننا Tower كابيتال Road LR كابيتال Put the area code ضع مفتاح المنطقة for a telephone number لرقم الهاتف in parentheses في علامات تنصيص أو بين قوسين Put a dash ضع شرطة after three numbers بعد كل ثلاث أرقام Say each number one at a time قل كل رقم مرة واحدة For the number O رقم zero we say zero or O رقم صفر نقول 0 أو O 555-920-1433 Say 555-920-1433 Email addresses usually don't have a capital letter طبعا شباب البريد الإلكتروني لا يشتمل على حرف كبير After the name بعد الاسم we say at and write the symbol at After the server we say dot and write a period. My name at server.com. Say my name at server.com. b.smith@mail.ca. Say b.smith@mail.ca.
complete the student information form. أكمل استمارة الطالب with your information بمعلوماتك. Make two more information. أضف معلوماتين. أضف استمارتين معلومات. Ask two classmates. اسأل زميلين من الفصل. Questions أسئلة and complete the forms وأكمل الاستمارة with their information بمعلوماتهم. Check that the information is correct. تأكد أن المعلومات صحيحة. Repeat the information to your classmates. أعد المعلومات لزملائك or ask أو أسأل can you repeat that please. هل ممكن أن تعيد ذلك مرة ثانية. Name هنا يا شباب نكتب الاسم name مثلا we write مثلا بندر BANDAR هنا address العنوان وكما كنا كما قلنا العنوان يبدأ برقم البيت 213 then write the street Hafsa bint Omar street شارع حفصة بنت عمر رضي الله عنهما رياض this is the address telephone الهاتف we start with area code مفتاح الرياض 011 then we close the parentheses after that we write 235-6101 cell phone رقم الجوال عادي يكتب عادي 055-3911-673 email address هذا هو بريد الكتروني لمن يريد ان يرسلني oaili1010650@gmail.com هذا رقم هذا البريد الخاص فيه إذا أحد أراد أن يرسل شيء أو يستفسر عن شيء لكن رقم الجوال ليس رقم جوالي. Make a new student information form for your teacher with your name. اعمل استمارة معلومات أخرى باسمك. Home address عنوان البيت. Telephone number رقم الهواتف رقم الهاتف. Cell phone رقم الجوال. An email address. وبريد الكتروني your teacher can make a class directory طبعا ممكن المعلم يعمل زي قائمة بأرقام الهواتف project مشروع in group في مجموعة make a poster اعمل ملصق أو صحيفة with the following information بالمعلومات التالية about your country عن بلدك about your country capital العاصمة population السكان language اللغة main cities المدن الرئيسية and places of interest وأماكن الاهتمام أو الأماكن الحيوية for meaning and function الشكل المعنى الوظيفة requests and forms اللي هي الطلبات والعروض can well use can or well for requests استخدم can أو will للطلبات request why will you help me ممكن تساعدني إذا موافق agree sure إذا ترفض sorry I'm busy will you be my partner هل تكون زميلي of course نعم إذا أنت موافق أو إذا أنك رافض sorry I can't لا أستطيع can you open the window هل ممكن تفتح الشباك okay حسنا أو sorry I can't أو I'm busy can you give me a pencil هل ممكن تعطيني قلم no problem لا مشكلة أو no I can't ما أقدر use can or will for offers نستخدم can و will لتقديم المساعدة offer I can help you أقدر أساعدك I will be your partner سأكون زميلك I will open the window سأفتح النافذة I can give you a pencil أستطيع أن أعطي القلم في حال القبول accept I thank you شكرا alright وكذلك okay حسنا thanks في حال الرفض refuse no thanks No, that's all right. No, that's okay. Be polite. كن مهذب. Say please. Thank you and you're welcome. طبعا هنا حوار ما بين المعلم والطالب. المعلم يقول Can you open the window please? هل ممكن تفتح الشباك لو سمح؟ فقال Sure بالتأكيد. فقال له Thank you. شكرا لك. الطالب قال له You're welcome.
write polite requests with can and will. اكتب طلبات مهذبة باستخدام can أو will. Can you help me please? Will you help me please? Can you give me your email address? هذه شباب نستخدمها هنا، نستخدم الكتابة. نقول مثلا will you give me your email address؟ وطبعا نقول please أحسن، please أكثر أدبا، وبعدين الطلب. will write your telephone number. can you write your telephone number please? number three, tell me the country code for Saudi Arabia. هنا شباب أخبرني عن مفتاح السعودية. can you tell me the code for Saudi Arabia? please. طيب هنا spell your name، اكتب اسمك. will you spell your name please question mark. repeat that، تعيد هذا. هنا شباب نقوله can you repeat that please. practice the requests and offers with the partner. your partner agrees, accepts or refuses, then change roles. remember to be polite. طبعا شباب هنا يقول مارس عملية الطلب او العرض مع زميلك، وطبعا زميلك ممكن يوافق اجري او يقبل او يرفض refuses، then change role، ثم استبدلوا الادوار. شكرا لكم يا ابنائي الاعزاء، اشكركم على حضوركم معي هذه الحصه، اتمنى ان تكونوا استفدتوا. اذا عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبها في التعليقات. شكرا لكم والى حصه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.